انظروا، السلام عليكم، انظروا سبحان الله من ثمرات الحنظل للاحتفال بما يسمى المولد النبوي في المسجد. رقص، تصفيق، غناء رجال ونساء، واختلاط حمص وزبيب. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم يقول لك نحن نتبع السنة. هل هذه سنة من سنن النبي أو الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هل كان يفعل هكذا النبي مع النساء في المساجد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع اسمع. حسبنا الله ونعم الوكيل، شفتمه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. مسجد يعني يرفع يعني ويذكر فيه اسم الله، جعلوه يعني محل الطرب والرقص والغناء والتصفيق وتميل الرجال أمام النساء. هل هذه سنة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.